بعد ما سيدنا موسى امبارح قتل القبطي بالخطأ وندم، قلنا قبطي يعني مصري مش يعني مسيحي. بعد ما قتل القبطي بالخطأ وندم وقال قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. اقرأ معايا بقى من أول الآية 16 النهارده. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا موسى قال قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر. بص أنا هقول موسى مش هقول سيدنا موسى، ليه؟ لأنه أنا لسه مش نبي، أول ما يبقى نبي هقول سيدنا موسى عشان حتى نفرق بينها يعني. ما قالش اغفر لي على طول، هو بدأ الأول بنقد الذات. قال رب إني ظلمت نفسي، نقد للذات سيلف كريتيسيزم، بعد كده فاغفر لي. أول درس في تاريخ البشرية أخذناه هو نقد الذات. تصور بقى بعد ما سيدنا آدم والسيدة حواء أكلا من الشجرة المحرمة وعرفوا إنهم عصوا الله، عصوا ربنا، ما عرفوش يعملوا إيه، فربنا علمهم مفهوم التوبة. ربنا بيقول في سورة البقرة 37 فتلقى آدم من ربه كلمات فأتمهن، آسف، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. على فكرة هنا فيها قراءة تانية من أجمل ما يمكن، قراءة ابن كثير المكي، لكن دي احنا بنتكلم فيها بعدين لأنها هتاخدنا بره خالص الموضوع النهارده. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يبقى ربنا أوحى بطريقة التوبة لسيدنا آدم هو النبي. إيه الكلمات دي؟ يمسك سبحة بعداد ويقول أستغفر الله العظيم 10,000 مرة؟ لا، يقول إيه؟ اسمع الآية 23 في الأعراف، قال، هما الاثنين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى بدأوا بنقد الذات، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وبعد كده استغفروا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى قبل ما تطلب المغفرة انتقد نفسك واعترف ان انت مخطئ. لكن احنا طول النهار بننتقد الناس اللي حوالينا، ما بننتقدش نفسنا. من امتى انت انتقدت نفسك؟ طول النهار بننتقد ازواجنا وزوجاتنا واولادنا واهالينا وجيراننا والحكومة والصين وامريكا واوروبا وتركيا وقطر والاخوان وحماس وحزب الله، طول النهار بننتقد الناس كلها. اخر مرة انتقدت نفسك امتى؟ محدش ابدا بينتقد نفسه. يعني طول النهار يقول لك يا اخي الجاري ده ما بيعرفش يفكر ومش عارف مين ده، يا اخي هو ده فلان ده غبي قوي ده إيه؟ طب اسالك سؤال، انت عمرك شفت نفسك غبي؟ عمرك شفت نفسك ما بتعرفش تفكر؟ لا، كل واحد عجبه عقله، كل واحد عجبه عقله، ما حدش عجبه رزقه، كل واحد عجبه عقله. المهم اول درس في تاريخ البشريه هو نقد الذات. كل العظماء في التاريخ هتلاقيهم بيعترفوا بأخطائهم. هنا بقى سيدنا موسى بيقول ايه؟ قال ربي إني ظلمت نفسي. هنا دي أتدبرها، دي لازم أتدبرها وتأثر فيا وأعرف واحد عظيم زي سيدنا موسى بيعترف بخطأه بالشكل ده. فاغفر لي، اسمع، فاغفر لي، اغفر لي يا رب أنا غلطان، أنا ظلمت نفسي. فبسرعة تلقائيا اقرأ الآية، كمل معايا الآية، فغفر له. الفاء تفيد السرعة، فغفر له. طيب ليه ربنا غفر له بسرعة؟ كمل بقية الآية، إنه هو الغفور الرحيم، لأن ربنا هو الغفور ويحب أن يغفر، والرحيم مصدر الرحمة. خلاص نقرأ الآية 16 تاني ونحاول نستشعرها كده. نقرأ الآية 16، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.